هذه مزرعة السوالة بالمدينة المنورة، وهي تعود للصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وقد غنمها الرسول صلى الله عليه وسلم من أموال بني النضير، ونزلت فيهم عامة سورة الحشر. ولما غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المزرعة ووزع الغنائم، وقعت في سهم الصحابي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهي تبعد عن مسجد قباء أقل من كيلو واحد. هذه المزرعة وهذا مسجد قباء تبعد أقل من كيلو واحد في جنوب شرق مسجد قباء. الآن ندخل مزرعة سوالة، والتي تعود للصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. حياكم الله، نحن الآن داخل مزرعة سوالة ونشاهد هذا البئر والماء يتدفق، وهذه المزرعة. المدينة المنورة تشتهر بالمزارع التاريخية القديمة التي لها مئات السنين، مثل هذه المزرعة، مزرعة سوالة ومزرعة سلمان الفارسي رضي الله عنه، والمزرعة الهلالية وغيرها من المزارع القديمة. مزرعة ما شاء الله تبارك الله جميلة، واحتنى فيها أصحابها جزاهم الله خير، وهذه قناديل معلقة، وهي الآن تعود لأناس كرماء من الأشراف من آل البيت. ما شاء الله تبارك الله، شيء رائع. هذا بيت شعر، هذا النخل، والنخلة باسقات لها طلع نضيد. أيضا هذه المزرعة ما شاء الله تبارك الله، حقيقة ما شاء الله ناس أهل كرم موجود ومعتنين بالمزرعة، ورحبوا فينا جزاهم الله خير. هذا أشجار جميلة ما شاء الله تبارك الله، نموذج جيد للمزارع المدينية الجميلة الرائعة. هذا الزهر معلق بالنخل، وهذه سواقي الماء ما شاء الله، تصريف المياه لسقي النخل. وهنا الدجاج، هناك نلاحظ البط ما شاء الله تبارك الله. مزرعة والله جميلة ما شاء الله، أسأل الله تعالى أن يبارك لهم.